تاكسي تاكسي. لوين؟ للمطار. 5 دنانير. مش مهم. الأخ من أمريكا؟ أيوة من أمريكا. أنت بتحكي عربي كويس، وين تعلمت عربي؟ في الجامعة في أمريكا، وكمان في الجامعة الأردنية. عجبتك الأردن؟ عجبتني كتير، بس شهرين مش كفاية. إن شاء الله برجع مرة تانية. كيف لو شفت الأردن قبل 10-15 سنة؟ كيف كان قبل 10 أو 15 سنة؟ الله يرحم أيام زمان، لا كان في زحمة ولا غلا. كيلو اللحمة كان بنص دينار، هلا صار ب10 دنانير. ولحمة بلغاري مش بلدي. وما كان في زحمة؟ ما كان في زحمة ولا إشي. هلا في زحمة طول السنة ولا بس في الصيف؟ طول السنة، لكن خصوصا بالصيف. اللي بيشتغلوا بالخليج بيرجعوا. في ناس بيجوا من الضفة، وفي سياح كمان بيجوا من أمريكا، أوروبا واليابان. زحمة عمان مش زحمة، كيف لو تشوف القاهرة أو نيويورك؟ سمعت كثير عن القاهرة، الله يساعد الناس فيها.